بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة أندرويدي في حلقة جديدة من حلقات دورة الربح من الإنترنت، أو بالأحرى من جوجل أدسنس. لا شك في أن العديد من منشئي المحتوى على اليوتيوب من الذين يمتلكون قنوات كبيرة أو صغيرة أو حتى قنوات جديدة يبحثون عن طريقة لكسب المشتركين أو رفع نسبة المشاهدات أو حتى زيادة الأرباح في القناة. في حلقة اليوم سوف نتعرف عن إحدى الطرق الشرعية التي سوف تساعدنا في تزويد المشاهدات والمشتركين لقناتنا على اليوتيوب، ومن خلال المشاهدات سوف ترتفع نسبة الأرباح على القناة، وذلك من خلال مواقع السوشيال ميديا فقط. ومن دون شك أن العديد ممن يمتلكون القنوات على اليوتيوب يمتلكون حسابات على الفيسبوك أو تويتر أو الإنستغرام بها أصدقاء ومتابعين كثر، فسوف نتعلم كيف نستغل هذه المواقع في تزويد قناتنا بمشتركين ومشاهدات حقيقيين، وذلك باستعمال أحد المواقع والطريقة شرعيا 100%. فقط إن كانت أول زيارة لك على القناة، لا تنسى دعمنا والانضمام إلى عائلة أندرويدي بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى وضع لايك للفيديو، ولننتقل إلى الشرح. سوف نستخدم الهاتف في شرح حلقة اليوم، ونستخدم أي صفحة أو أي حساب شخصي به عدد كبير من المتابعين والأصدقاء. وكملاحظة بسيطة، هذه الخطوات تطبق على أي موقع في السوشيال ميديا. سوف ندخل إلى اليوتيوب ونختار أي فيديو، ثم ننسخ رابطه. وندخل إلى الفيسبوك ونقوم بنشر هذا الرابط. ثم سندخل عبر هذا الرابط للفيديو، وهذه هي الطريقة التقليدية التي كنا نعتمد عليها ولا زلنا نعتمد عليها لحد الآن. لكن من خلال هذا الرابط لن يستطيع المتابعين وضع لايك للفيديو أو القيام بالاشتراك في القناة أو حتى وضع التعليق. حتى الإعلانات لا تظهر على الفيديو، فحتى ولو نال الفيديو هذا آلاف المشاهدات لن يتقبلها اليوتيوب، لأنه سوف يعتبرها مشاهدات وهمية، وبذلك سوف يضيع مجهودك ويذهب تعبك في الباطل، لأن الذي سوف يشاهد الفيديو سوف يطلب منه تسجيل الدخول حتى يضع لايك أو يشترك في القناة، وبذلك سوف يمل ويذهب. وحتى نجعل اليوتيوب يتقبل هذه المشاهدات ويتمكن المشاهد من الإعجاب بالفيديو ويشترك في القناة، سوف نستخدم هذا الموقع والذي هو آمن 100%. بعدما تقوم بنسخ الرابط من اليوتيوب سوف تقوم بالدخول إلى هذا الموقع. في البداية سوف يطلب منك التسجيل، فقط ضع أي إيميل عندك أو وأي باسورد، ثم سجل الدخول وقم بتفعيل حسابك من الجيميل، وسوف يتنشط بطبيعة الحال. ثم تقوم بوضع الرابط في هذا المكان المخصص هنا، وتضغط على ديبوز لينك. سوف يعطيك رابط آخر، انسخه وضعه في الفيسبوك أو التويتر أو أي حساب، ثم سوف تقوم بنشره. وسوف ندخل عبر هذا الرابط الجديد كما أنتم ترون. نقلني مباشرة إلى تطبيق اليوتيوب، وبهذا أي متابع أو أي صديق دخل عبر هذا الرابط سينقله مباشرة إلى تطبيق اليوتيوب. وكما هو معروف، تطبيق اليوتيوب لا يطلب منك إعادة تسجيل إذا كنت تريد وضع لايك أو كنت تريد وضع تعليق في أي فيديو. إذا كنت مسجل من قبل لن يطلب منك إعادة تسجيل، وبهذا سوف تتمكن من عدم ضياع أي مشاهد جديد أراد الاشتراك بقناتك، وبإمكانك تزويد أرباحك، وسوف يقبل اليوتيوب كل المشاهدات والاشتراكات بهذه الطريقة.
أتمنى أني لم أقصر في الشرح. سوف تجدون رابط الموقع أسفل الفيديو. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لا تنسوا وضع لايك للفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام.